أواخر القرن الماضي مطلع التسعينيات شهد المغرب حملة تستهدف أباطرة المخدرات والذين يتملصون من دفع الضرائب والمهربين المتعاطين شتى أنواع التهريب، ولم يفلت من تلك الحملة عدد من المرتشين من رتب مختلفة في الشرطة والجمارك وإدارة الضرائب. كان الكل يعلم أن الفساد لا يولد يتيما، وقد تم تشكيل فرقة خاصة تضم ممثلين من مختلف المصالح التي تعنى بالزجر، وأوكل إليها البحث والتنقيب في ملفات كل الأشخاص الذين يشتبه في تورطهم في تلك القضايا وإنجاز المساطر لتقديمهم إلى المحاكم. جل الأظناء أودعوا السجن قبيل انطلاق المحاكمات، كان معظمهم من وجهاء مدنهم ومناطقهم، وكان بعضهم من سامي المسؤولين في عدد من المصالح، وها هم الآن يتقاسمون فضاء الزنازن مع مجرمين أدينوا في قضايا مختلفة، بدءا بالسرقة باستعمال العنف وانتهاءا إلى القتل بصيغه المختلفة. كان من تداعيات تلك الحملة التي يذكرها كثيرون أن عددا من رجال المال والتجار غادروا إلى الخارج خوفا من أن تنالهم الحملة أو سحبوا أموالهم من البنوك وجمدوا الكثير من مشاريعهم. كانت الشائعات وقتها تفعل فعلها، وكانت المعلومات التي تتداول على نطاق واسع وأغلبها لم يكن صحيحا تفعل في وسط المقاولين فعل النار في الهشيم. في سجن عكاشة بالدار البيضاء كان عدد من موظفي الأمن ومصلحة الضرائب والجمارك وقطاع التأشير يمضون عقوبات حبسية بعد إدانتهم في قضايا مختلفة. كانت أيام السجن قد جعلتهم يرتبطون بصداقة، وقد اتفقوا على اللقاء بشكل دوري بعد أن يمضوا عقوباتهم، وكذلك كان. وصادف إنهاء آخرهم عقوبته الحبسية تلك الحملة التي تستهدف المهربين وأباطرة المخدرات ومن هم في حكمهم من المتهربين من دفع الضرائب وغيرهم. التقت المجموعة وكانت تتكون من سليم المخاطر ضابط الشرطة السابق الذي كان يعمل في الدار البيضاء وحكم عليه بسنة سجنا في جريمة أخلاقية كان في أواسط عقده الرابع. ضمن المجموعة أيضا إدريس مغلال وكان يعمل مفتشا في إدارة الجمارك وأمضى في السجن عاما ونصف العام بعد إدانته في قضية ارتشاء. كان العنصر الثالث في تلك المجموعة عزيز المرتدي الذي كان يعمل في مكتب للتعشير وأدين في قضية سرقة. كان الثلاثة قد تعودوا المال السهل والإنفاق بسخاء، وهم الآن في وضع يختلف تماما عما درجوا عليه سنوات طوالا. في لقائهم ذاك المساء كان موضوعهم البحث عن مصادر للحصول على المال. كان سليم المخاطر ضابط الشرطة السابق يقتعد كرسي الزعامة في تلك المجموعة، وبعد تقديم ضمنه كل المعلومات التي تخص الحملة وما يروج في شأنها انتهى إلى أن الأمر الآن في يد فرقة خاصة تتولى النظر في كل الملفات والبت فيها. تأسيسا على تلك المعطيات اقترح سليم المخاطر أن يكون الثلاثة فرقة موازية تتولى حملة ابتزاز تستهدف كبار التجار والعاملين في مجال الاستيراد والتصدير. كانت الشائعات ومعلومات كثيرا ما رددت صداها الصحف تتحدث في كل مرة عن لائحة فيها فلان وفلان، وكذلك أفتى سليم المخاطر بضرورة إعداد قائمة بأسماء التجار الذين سيكونون هدفا لعملية الابتزاز، وهم أولئك الذين لم تتم المنادات عليهم. وحتى تكون الخطة محكمة فقد تقرر توفير كل ما يجعل الضحايا يصدقون أنهم سقطوا فعلا في قبضة فرقة تنفيذ أهداف الحملة. وضع إدريس مغلال رهن إشارة الفرقة الوهمية منزلا في ملك أخيه يقع أطراف الدار البيضاء. كان شقيقه يعيش في المهجر بأوروبا ولا يأتي إلى ذلك المنزل إلا في العطلة الصيفية. تم تجهيز الغرف لتتخذ شكل مكاتب. صار المنزل يشبه إلى حد كبير مفوضية للشرطة. كان سليم المخاطر خبيرا بما كان يدور في مثل تلك المقرات الخفية للمصالح الأمنية، وحتى لا يدع مجالا للشك لدى من سيتم استقدامهم إلى هناك، فقد عمد الثلاثة إلى تسجيل صوت رجل يتألم لفرط ما يتعرض له من ضرب أثناء عملية تحقيق وهمية. كانت تسمع في التسجيل أصوات رجال يشتمون الشخص الذي يتألم ويصرخ، كانت توجه إليه إهانات كثيرة.
كان عزيز المرتدي الذي عمل في مكتب للتعشير هو من تولى وضع قائمة بأسماء رجال الأعمال والصناعة الذين تربطهم بالخارج علاقات تجارية. فالفترة التي أمضاها في مكتب التعشير إلى أن قبض عليه وأدين بتهمة السرقة كانت كافية ليعلم الكثير عن علاقات عدد من زبناء المكتب، وكان يعلم أن الكثير مما كانوا يقومون به لا يخلو من شبهة وإن كان الظاهر منه يبدو سليما. تأسيسا على تلك اللائحة وضعت خطة تحرك الفرقة الوهمية. كانت الخطة تقوم على مباغتة الواحد من أولئك التجار في مقر شركته، حيث يقوم سليم المخاطر وعزيز المرتدي بالقبض عليه ثم يرغمانه على مرافقتهما إلى المفوضية على متن سيارة سوداء تشبه تلك السيارات التي تستعملها مصالح الأمن وتحمل لوحات معدنية مدنية. ما أن يركب الشخص المقبوض عليه حتى توضع على عينيه عصابة تأخذ السيارة وجهة ضاحية الدار البيضاء إلى ذلك المنزل الذي تتخذه العصابة مقرا أمنيا للتحقيق والاستنطاق. نجحت العصابة في أول عملية لها، وتم ابتزاز أحد التجار الذي دفع 200,000 درهم قبل أن يتم إطلاق سراحه، بعد أن وقع على تعهد بأن يتوارى عن الأنظار شهرا كاملا. أوهمه الثلاثة بأن الغرض من ذلك عدم إثارة انتباه رؤسائهم إلى أنهم أخلوا سبيله. مكث في إحدى غرف ذلك المقر يومين على مدى ليلتين لم يذق طعم النوم، فقد كان يسمع في بطن الليل صراخ رجل يتعرض للتعذيب وتوجه له شتائم مهينة ومذلة وتهديد بما هو أقسى إن هو لم ينطق بالحقائق كاملة. كان آخر ما يسمعه كلما اقترب موعد الفجر أنات لا تتوقف وأصوات أبواب تفتح وتقفل. كان الثلاثة موقنين بأن جو الخوف الذي يعم أوساط التجار ورجال الأعمال من جراء كل ما يروج حول الحملة كفيل بأن يضمن لهم أن الواحد من أولئك الذين يبتزونهم لن ينطق ببنت شفة. غالبا ما كان المستهدفون ممن يحسبون كل صيحة عليهم، إذ يتمازج في أعمالهم وأنشطتهم ما هو قانوني بما هو غير مشروع. ولذلك فإن العصابة كانت تتحرك دون أن تكون لدى أفرادها مدعاة إلى الخوف أو الحيطة حتى. كان نجاح أفراد العصابة في الحصول على 200,000 درهم في عملية واحدة مما فتح شهية أفرادها على المضي قدما ومواصلة عملياتهم. كانت اللائحة التي أعدها عزيز المرتدي تتضمن أسماء يعد أصحابها من كبار الفاعلين في النسيج الاقتصادي بالدار البيضاء. كان في جملة تلك الأسماء اسم الحاج بن ناصر العشباوي، وكان تاجر أثواب معروف وصاحب معمل للملابس الجاهزة، له علاقات مهمة مع شركاء في إسبانيا وإيطاليا وهولندا. كان في جملة أنشطته المناولة التي تقتضي استيرادا مؤقتا للأثواب التي تتم خياطتها ثم إعادة تصديرها. صباح يوم جمعة ترصد إدريس مغلال وعزيز المرتدي وصول الحاج بن ناصر إلى مكتبه في إحدى عمارات شارع الزرقطوني، ولما وصل وركن سيارته باغته الاثنان، ولم يكن قد خطأ سوى بضع خطوات إلى مدخل العمارة ثم أرغماه على ركوب السيارة السوداء. بالنسبة لعصابة الثلاثة فقد كان الحاج بن ناصر صيدا ثمينا ظفروا به. هل سيصدق ظنهم؟ لما أدخل الحاج بن ناصر العشباوي السيارة السوداء التي كانت مستوقفة غير بعيد وضعت على عينيه عصابة، وبالرغم من سمكها الذي كان يحول دون رؤية أي شيء فإنه خمن هو العارف بالمسافات بين أرجاء الدار البيضاء أن الرجلين يقودانه خارج المدينة. فالمسافة التي قطعتها السيارة بدت له أطول من كل مسافة بين أحياء وسط الدار البيضاء. ثم توقفت السيارة، نزل السائق وفتح باب مرآب، أدخلت السيارة، وقبل أن يطلب من الحاج بن ناصر النزول سمع الباب يقفل. أنزل من السيارة، ظلت العصابة على عينيه، صعد برفقة من معه إلى الطابق الأول، سمع بابا يطرق. من الداخل أتى صوت به حزم وصرامة يقول ادخل. فتح الذي كان يمسك بذراع الحاج بن ناصر الباب، سمع قرقعة حذاء كتلك التي تصدر عن الجندي حين يؤدي التحية.
أجلس الرجل على كرسي ثم نزعت العصابة عن عينيه. وجد نفسه أمام رجل يجلس وراء مكتب. كانت على المكتب في إطار زجاجي رفيع لافتة كتب عليها: العميد ممتاز محمد الدارس. كان الجالس وراء المكتب ينظر إليه بوجه بملامح هادئة. كانت تلك النظرة توحي إلى الحاج بن ناصر أنه في ضيافة واحد من رتباء الشرطة. بعد لحظة أخرج من درج المكتب ملفا، وقد تعمد أن يظهر للحاج اسمه المكتوب عليه بخط كبير: بن ناصر العشباوي. ثم قال: لقد ورد اسمك في لائحة الأشخاص المطلوب تحقيق معهم في بعض العمليات التجارية التي أجروها مع الخارج، وحتى تمر العملية بسلاسة فالمرجو منك أن تجيب على الأسئلة التي سوف نطرحها عليك بكل وضوح. استرسل الجالس وراء المكتب: وفي حال عدم إبدائك التعاون المطلوب فإننا سوف نكون مضطرين إلى استعمال العنف. في تلك اللحظة بالذات تناهى إلى أسماع الحاج بن ناصر صوت رجل يتعرض للضرب. كانت الصياط تهوي عليه محدثة صفيرا، كان يصرخ ويتألم، وكان صوت رخيم يرد بشتائم مهينة ويتوعد بالمزيد إذا ما لم تكشف كل الحقائق. كان الجالس وراء المكتب يحافظ على ملامحه الهادئة، وكان جبين الحاج بن ناصر يتصبب عرقا وهو يسمع صوت الرجل الذي يتألم في الغرفة المجاورة. وفجأة طرق الباب. ادخل، قال الجالس وراء المكتب. حسب الحاج أن الجلاد قد جاء ليمضي به إلى حيث تعتصر الاعترافات، ولكن الذي دخل قدم للجالس وراء المكتب مجموعة من الوثائق ثم انسحب وأغلق الباب. تصفح الرجل الأوراق ووجه كلامه إلى الحاج بن ناصر قائلا: لدينا كشوفات للحساب البنكي لشركتك، وهي تبين مبالغ هامة دخلت الحساب ثم تم سحبها. رد الحاج بن ناصر بأن تلك الأمور لا يمكن له أن يقدم شروحات بشأنها، وأن محاسبه هو الكفيل بذلك. في تلك اللحظة ظهر الغضب على وجه الجالس وراء المكتب وزمجر في وجه التاجر الستيني: إنك تدفعنا الآن إلى أن نلجأ إلى استعمال العنف. لدي تعليمات واضحة أن أصل إلى الحقائق بكل الوسائل المتاحة لدي. في الغرفة المجاورة انطلق تسجيل مختلف لشخص يتعرض للتعذيب. التفت الحاج من حوله، بدا شاحبا. لقد أيقن أن الذين جاءوا به إلى هنا عازمون على أن يذيقوه ما لم يذقه طوال حياته. هو لا يعلم ما الذي يريدون الوصول إليه على وجه التحديد، ويحسب أن أعماله نظيفة. صحيح أنه كان يسوق تلك الملابس الجاهزة التي ترفضها المراقبة بضخها مباشرة في درب غلف واجتناب إدراجها ضمن الحسابات، ولكنه لا يظن أن ذلك يستحق ما هو فيه الآن. كان يتحدث إلى نفسه، تملكه الرعب، وذاك ما كان يسعى إليه سليم المخاطر، ذلك الجالس وراء المكتب والذي أعاد طرح الأسئلة وانتقل إلى اتهام الحاج بن ناصر بأنه راكم ثروة خرافية في ظرف وجيز عن طريق إرشاء رجال الجمارك الذين كانوا يغضون الطرف ويقدمون له تسهيلات عديدة. قال له إن اعتراف عدد منهم وهم الآن رهن الاعتقال هي التي قادت إليه. كان فيما قاله الذي يراه الحاج بن ناصر من رتباء الشرطة يتضمن بعضا من الحقيقة، ولم يكن الحاج بن ناصر الوحيد من بين رجال الأعمال الذي لجأ إلى خطب ود الجمركيين ومسؤولي المصالح المختلفة. كان صوت الرجل الذي يصرخ ألما يأتي من الغرفة المجاورة، كان الشتم والإهانة وصفير الصوت. مضى سليم المخاطر الذي يحمل الآن اسم العميد ممتاز محمد الدارس يخاطب الحاج بن ناصر، قال له إن الثراء الذي بلغته وبلغه الذين مثلك تنسيكم أن الذين يوجدون اليوم رهن الاعتقال لأنهم يسروا لكم سبيل الإثراء غير المشروع لا يملكون ما يوفرون به مسكنا لأسرهم ولو بعد سنوات طويلة من الخدمة. فهم الحاج بن ناصر الرسالة التي أراد العميد ممتاز المزعوم تمريرها، ولذلك بادره بالقول إنه على استعداد لمساعدته على الحصول على مسكن لائق على أن يكون المقابل محو اسمه من اللائحة.
تظاهر العميد المزعوم بأن ما قاله الزبون يمسه في كرامته، نهض وتظاهر بأنه سيصفعه، قال لولا سنك لصفعتك لقاء ما فهت به. ولكن الحاج بن ناصر تماسك وقال لا داعي إلى المزيد من التوتر ولا داعي لإضاعة الفرصة. عرض بن ناصر مبلغ 500,000 درهم. أمسك العميد المزعوم عن الرد، نظر إلى الحاج بن ناصر بعينين شاحظتين، ضاعف الحاج المبلغ إلى 100 مليون سنتيم. في تلك اللحظة ضغط رئيس المركز على زر، سمع رنين في الممر، ثم دخل رجلان قال لهما إن بن ناصر يساومه 100 مليون سنتيم، وطلب من أحدهما أن يبلغ الرئيس بالأمر وأن يؤكد له أن الرجل جاد في عرضه. مضى الاثنان، وبعد ساعة أو ما يقرب من ذلك عاد يحملان بشرى قبول الرئيس بالعرض. كان الشرط أن يكون الدفع نقدا، وأن يسافر الحاج بن ناصر إلى الخارج فورا، ويمضي شهرا متواريا عن الأنظار. من هاتف المكتب اتصل بن ناصر بأحد معاونيه الأقربين وطلب منه إعداد مبلغ 1,000,000 درهم ووضعه في حقيبة، وأن يأتي به على متن السيارة رباعية الدفع التي في مرآب الفيلا إلى محطة وقود تقع قرب عمالة عين سبع، وأن يسلمها لرجل سيأتي إليه وينطق بكلمة السر اسم صفية. في الوقت ذاته اتصل الحاج بن ناصر بولده وطلب منه أن يحجز له تذكرة سفر بالطائرة مساء ذلك اليوم إلى مدريد أو باريس أو إلى أي عاصمة أوروبية أخرى. لم يدع له فرصة للسؤال، قال له إنه سيعلم التفاصيل لاحقا. عصر ذلك اليوم تم تسليم 100 مليون سنتيم، وفي حدود 7 مساء حمل الحاج بن ناصر العشباوي معصوب العينين وترك وسط الدار البيضاء. من هناك استقل سيارة أجرة وتوجه إلى المطار، كان ولده في انتظاره. في تلك الليلة بات في باريس. بعد الحاج بن ناصر تمكنت العصابة من الإيقاع بتاجر آخر وحصلت منه على 30 مليون سنتيم. مر شهر ثم عاد بن ناصر إلى الدار البيضاء، كان يخشى أن يعتقل في المطار، ولكن لا أحد سأله ولا اعترض سبيله. ولما التقى أحد التجار العاملين في حقل النسيج وكان قد استدعي للتحقيق معه، سأله عما دار بينه والمحققين. أخبره الرجل بأن أعضاء الفرقة التي تولت التحريات أناس صارمون. سأله عما إذا كان تعرض للضرب أو التعذيب، نفى الرجل أن يكون تعرض لأي شيء من ذلك. كان ما علمه من التاجر كفيلا بأن يجعله يشك في أمر من اعتقلوه واستنطقوه وابتزوه. تمكن ولده من أن يجمع كل المعطيات الخاصة بالحملة، وتوفرت معلومات تؤكد أن اسم بن ناصر العشباوي لم يدرج في أي من لوائح المبحوث عنهم. تأسيسا على ذلك قرر الحاج بن ناصر التحرك، سعى إلى مقابلة رئيس الفرقة المكلفة بالتحقيق مع المطلوبين في إطار تلك الحملة، أيقن بأنه لم يكن مطلوبا وحكى له ما تعرض له. لم تكن لديه حجة ملموسة، ولكن العميد رئيس فرقة التحقيق انتبه إلى أن الحاج بن ناصر اتصل هاتفيا بمكتبه وبولده، فسأله عما إذا كان استعمل هاتفه الشخصي. رد بن ناصر بأنه استعمل الهاتف الثابت الذي كان في ذلك المركز. وباعتماد الوسائل القانونية تم الوصول إلى صاحب الاشتراك الهاتفي، كان شقيق إدريس مغلال الذي تم استدعاؤه، وأكد أنه لا يكون في المغرب إلا في العطلة الصيفية، وأن أخاه هو من يتولى الاعتناء بالبيت في غيابه. كانت الطريق سالكة إلى إدريس مغلال، ومنه تم الوصول إلى سليم المخاطر وعزيز المرتدي. تم القبض على الثلاثة، وقد تمكن الحاج بن ناصر من التعرف عليهم، وتم تقديمهم أمام النيابة العامة، وأمرت السلطات القضائية بحجز الأموال التي كانت مودعة في حساب كل واحد منهم.